فاطم ثمينة وبفارق 6 نقاط 3 نقاط بوزن 6 بوزن هروب بعيد بالصدارة وتحليق بها. الأسد جوميز أمام كمبانيا، الكرة في الجول، لا الكرة في العارضة، عارضت الهلال، انتهت المباراة 1-1. حبايب في العيد، الهلال والباطن حبايب في العيد، جوميز يهدر ركلة جزاء، جوميز يهدر ركلة جزاء، تضرب في العارضة وتروح، وراح الهلال إلى فارق النقاط 4 بعد أن كانت بفارق نقاط 6 كانت قريبة. يا جوميز، الإثارة مستمرة في هذا الدوري، الباطن قدم مباراة كبيرة، الهلال لم يحالفه الحظ في هذه المباراة، وبالتالي